السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته الإخوان، كنتمنى تكونوا بخير وعلى خير. آسف على الغياب، المهم جيتكم بواحد الفيديو خفيف. بالنسبة لبزاف ديال الدراري كيبغيو يتعلموا كيفاش يكتبوا بالزربة في كلافي، سواء البرمجة سواء البيروتيك سواء المهم أصلا الكتبة في بي سي بالزربة غادي تحتاجها في أي دومين بغيتي وأي دومين خدمتي فيه. المهم واحد السيت هو عبارة عن بحال الجيم وكتلعبها وفي نفس الوقت كتعلم انك تسرع في الكلافي. سميتو غتجي لجوجل غادي طابي زد تايب، يطلع عندك السيت الاول وتدخل ليه. هي هذيك طلع عندك على شكل واحد لقان تسناو تيلشارجا. هي هذيك ديت كليك لقان كتبدا لعب. مثلا الانو كنكتبها بيد وحدة، مثلا بيوس وين دابا بحال مثلا دوزنا المرحلة الأولى، كتجي المرحلة الثانية اللي أكثر صعوبة شوية صافي، وكتبقى بحال هكا كتكتب في سميتو، كتبقى تكتب في ممتعة بزاف، كتبقى تكتب في الكلمات وهكا كتعلم انك تطابي الكتبة بالزربة، وهكا كتبقى تطابي في الكتبة، منها كتستمتع ومنها كتعلم. انت غادي دير لها واحد القسم ولا قسمين في النهار مثلا، راه مع المدة واحد 15 يوم شحال غادي تكون توصل واحد النيفو اللي واعر بزاف. هذا ما كان فيديو خوت، تهلاو نتلاقاو فيديو جديد ان شاء الله. ما تنساوش الدعم ديالكم، جيم كومونتير واشتراك اللي كنتي ما ديروش.